بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. درسك إن شاء الله ينعاو كبلا بدونا آيات تطبيع الله بعثن سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى
الذين ينقضون الذين كوا ينقضون برني عهد الله إله بل كيسة أي لقل من بعد ميثاقه أنت أي أتكيين دبديت ويقضعون كوا سوكوين يما أمر الله به وحي إلهي عمري شيء قاسي أن يوصل إلى حجريهم الله إلهي سبحانه وتعالى يرسلك رمين تيسة هي قرابة حجرين تودة ويفسدون في الأرض لك نفس هذه نية أولئك كواس هم الخاسرون وكوا خسارو إبا إلهي سبحانه وتعالى أيضا وحا آي كحران تهاي أنبا إسفينيسا آي الظهر كوا لكو شاقي هلك إلهي سبحانه وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين بإلهي مثل كأية صالياشا لصوشيغي إلهي إن بدن بكل مياه سبب تيسا إن بدن إلهي سبحانه وتعالى وكوها نوريا سبب تيسا كوا فاسقين تاع أيوم بأمركاسي كل مياه أو إلهي كل مياه كوا فاسقين تاعي وكوا بلن كودا برينيا مركايات كيان دبدين وكو أمر كإله سبحانه وتعالى وحي إلهي أمرين لحرية قوينية وكو لك فسهادنا إياه مكا أنت بوصفة وحي أطاها كو أهو رأي مثل كي أمثل هذا كل مياه كو أصلا وكو خسارها كل عيد ورمى إله سبحانه وتعالى قال الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون سيغو كفريسان بالله إلهي تبارك وتعالى سيدوك وكفر ذا وكنتم وقد كنتم وحضا هيدينيك وآها أمواتا كوا قيرئة وآن نولين وفأحياكم إلهي سبحانه وتعالى إذا سونوا لي ثم دبنا يميتكم ربي هدنا إذن ديلي وقيرئة كحكمي ثم انت كذب يحييكم الى هيدي صون نولين يبعثك ثم انت كذبنا الهي حق ترجعون ان نقونيسان او الهي هرتكيسان تبارك وتعالى سويدنا باليا وسؤال بين الهي سبحانه وتعالى ويدين يا ضومه سيدي كسورو دا بني اذنو ربيين انا ككفر دا بين الهي سبحانه وتعالى يعني وحصر قال اماها علمي عقل منكم مدسنا ان ربك انك كفر ده سو كفري كرتان اذا كان واحد جرب اهان جيرين او الى هيدي جرسي سبحانه وتعالى كنتم امواتا يعني قبل الخلق وي ابوركين هرتيد واحد جرب ميدان هاي اما في اصلاب ابي ابائكم نوال وفسرا ابياش دبركودا كجرتين او waxa nool oo ma ta jira oo jimaati yani dhimasho ay ahaydeen meetiba ahaydeen nolol kumaydan sugnayn fa ahyaakum ilahi ba inta kadib idin nooleeyo fil arham wa fi dunya rahimka ilahi idin ku nooleeyay wa ku soo barbaarteen wa ka soo baxdeen adduunka timadeed ku nool wa ku barbaarteen wa ku caatiteen ajashiin ilahi gaarisa ku nooleeyde inta kadibna ilahi geeriyo idin ku xukumay subhanahu wa ta'ala oo dhimashadii xaq ahayd ba dhibaateen انت كبعدنا والد سو صار دونا وبعث بعدنا اصبح بحيث ان الله بعد كبعد بعث قاسنا ابال مريب على سين دونا الهي به هرتي سارون حساب يا ابال مريب بيد كدبيس يدو انت مدنا اذا دفرين انت من الهي اوديس اي تهي سيده ودعي كرتان كفردان به الهي سبحانه وتعالى لك هو الدليل هرجوكسن يا كفر يا غالمده الهي سبحانه وتعالى ما تبنيات ولا يمريا تامر كي إلهي كورم سبحانه وتعالى وأبورت ابن آدنك مامبل كيدا يبلو كيدا يدمات كيدا إلهي إنو اللي هاي سادرتي أن أعلى كفري كارين مر كي إلهي تاك كورم سبحانه وتعالى دليل لبعض أي إلهي نسينا إياه وإينا كي نسكلي إلهي إنو سبحانه وتعالى الربعي أعلى كفرين قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو إلهي تبارك وتعالى الذي وعليه خلق لكم إذنك إذن أبوري لأجلكم ولمصلحتكم إذنك دنتين يا مصلحتي إلى إلهي أو أبوري ما في الأرض جميعا علي أنا وحلوك قوت كي سيالة بدء يبري وحيالة
waxa loo abuuray bani aadamku inuu ku intifaaco. Waxa ugu khatarsan bani aadamka waxyeeleeya bahalaha hoose iyo bahalkabaad subaca ee habartugaaga iyo waxyaalaha la midka, xataa kuwaasaa faa'iido leh haddii laga faa'iidaysto. Wax kalena hadalkooda daah, xoolaha Ilaahay na siiyey, dhulka Ilaahay noo barakeeyey, midhaha noo baxaya, badda xaaluga ku jira, maa fi lardi jamiican, hawada, qoraxda, dhagaxa, waxa layaana wax walba idinka ladiin abuurba Ilaahay subxaana watacaala. Hadba bani aadamku intuu cilmi yeesho iyo intuu maarata yacni fiiro yeesho ayuunba ka faa'iidaysanaya. Uma istawa, rabbi subxaana watacaala wuxuu u qastay ilaa samaa'i samada xaggeeda. فسواهن إلهي وحكو كامل يالا وكل ما يستري خلقهن سبع سماوات إن تتبصم عليهن وهو إلهينا بكل شيء عليم شيء ولا يسواك علم أوله استوى كلمة داسي قرآنك ما لبضك صنق نقطة سدح معناه قرآنك قلت ما دابي علم دابي لحظة مر إيضو كل إيضو اعتمادان وذنين حرف جر استوى marka wax weeye macnaheedu waa waxa weeye dhameystir weey marra waxay timaada iyadoo waa taala markaana waa ala wartafaca weey istawa ala arsh idha istawaytum alayhi khilahi la subhanahu wa ta'ala ala dhuhurihi istawaytum ala dhuhurihi marka makaas waa ala irtifaac weey oo istawa ala arshi culuugi ba ka imanaya iyo maati yani arshiga ilaahay subxaana taala soo weekaaday marna waa tan oo waxay wadataa ilaahay wadataa marka ilaah haday wadatana waa qasti wey waa meel loo qastiyo istawa ila samaa tan istawihi maaha arshiga maaha samada ilaahay u qastay subxaana taala khalq yani qasada khalqaha abuurteeda ilaahay u qastay inuu abuuro bacda alard fasawaahunna ilaahay waxa uu ka abuuray subxaana taala ba khalaqaha ama sayaraha ilaahay waxa uu ku dhameystiray sabca samaawaatin xaalaytaa toddoba sama oo kala sarreeya shay walbana ilaahay subxaana wa taala waa ka isagu ogsoon si ijmaala iyo si mufasala ilaahay intaba waa ogsoon yahay rabbiga awoodda leh ee nicamka leh waxaa taagan su'aashii hore ahayd kayfa takfuruuna billaah sideed ilaaha subxaana wa taala uga kufri kartaan yacni man mudna ilaahay laga kufriyo markii ilaahay subxaana wa taala taa ka warramay oo tawxiidka yacni laga warramay iyo daliilkiisa aayaadka soo socda waxay ka warramayaan oo daraskeenu caawa in badan ku saabsan yahay nabiyullaahi aadam calayhi salaam abuurtiisii oo innagana asalkeennii ah maraaxilkii uu soo maray xaalihii ilaahay subxaana wa tacaala ku karaameeyey sidii ilaahay subxaana wa tacaala maatay malaa'igta uu amray wixii ka dambeeyey imtixaankii laga qaaday jannada intaa la geliya ibliiska maatay imtixaan uu ku noqday wixii ka dambeeyey jannadaasi taasee ilaahay ka warramay subxaana wa tacaala waa daris aada u qiimo badan oo cibro badan oo aynu nolosheena wax badan ka faa'iidaysanayno maadaama nabiyullaahi aadam calayhi salaam duruuf iyo waaye soo maray ay tahay innagana maanta ina haysato qaala tacaala waxa ilaahay yidhi waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa wadkur yaa muxamed calayhi salaatu wasalaam nee muxamed waxaad u sheegtay madaad uga warantaa id waqti qaala rabbuka rabbiga uu ku yidhi lilmalaa'ikati malaa'igta oo u warramay oo uu ku yidhi innii anigu jaacilun fi lardi dhulkii waxaan ka yeeli doonaa khaliifatan mid wakiiliga aba ilaahay subxana wa tacaala yakhlufunii fii tanfiidi axkaami makhluuq dhulkii aanu wakiisho oo marka aan ku imtixaano ku kallifo inuu cadaalad sameeyo oo igu caabudo oo dhulkii isagu maamulo bacda allahi tabaaraka wa tacaala dhulkii ma khaliif baan geynayaa wakiil baan geyn doonaa yakhlufunii waa nabiyullaahi aadam calayhi salaam saasay ilaahay malaa'igta uga warramay qaaluu waxay yidhahna atajcalu fiiha fi lardi yacni dhulka ma waxaad ka yeelaysaa rabbow oo dhex dhigaysaa man yufsidu fiiha mid fasahaadinaya oo macaasi la yimaado kugu caasiya wayasfiku dimaa'a oo dhiigga daadiyo isagu isdulmiya sida kuwii horeba yeelee bay culimmadu yidhahdaano waxay naga horreeyeen banuljaan jinka iyo maatiya qoomkaasi naga horeeyo saasoo kala yeelay walxaal nusabbixu aanu ku tasbiixsanayno bixamdika maca xamdika mutalabisiina bixamdik annagoo tasbiix iyo xamdi baa anagu kuu naqayna rabbow oo ku caabudayna miyaad kuwaasi fasaadka la imanaya abuuraysaa
ونقدس لك أي ننزهك عما لا يليق بك وحياك وقل من أنه كان نزهي أنه كافويننا. قال رب وحده تبارك وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون وحن أكسونه وحيدا ملائقة يدك أغين إلهي وحل بأك تبارك وتعالى. نبي الله آدم أي إلهي أورها ما يمات تهلا أبور ملائكته وكهلك وحكم وقتا ملائكته إني نقع خلقه الرئيين وأبورته إني نقعه الرئيس حتى جنكو أي نقعه الرئيين أبورته وحن كفها بدون قصة دحديدة إن إبليس وشنك كميدي ملائكة اللي دقنا وكتفيرني وكال بضع مخلوق كلام مكلف كبوي نقع أبوره الرئيين ملائكته إلهي كشاقين عن ربي عاصين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون إلهي كور ربي سبحانه وتعالى وحول بين أيوة الدعان وأنا عن عصيان بلهين أي ربي وقوة رمي لحكمة هو يعلمه حكمة إلى هاي سوء أجي هاي أي وقوة رمي يولي هاي لوكي وحن جينا يا ملائكي خليفة جين دونه مخلوق أنا بوره أي لوكي جينا يا خليفة جن نقطة ملائكة يجو تجربة دي جنك هيا جنك لوكي دجنان تجربة علم دوي لحظة تبدنا إلى هاي بعاصيين يجا استلي دي جودي دادي ربي بيكو عاصيين marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu soo direy malaa'igtiisa oo waa laga sifeeyay dhulka badaha iyo jasiiradaha iyo meesha samaatay ayaa lagu tooray iyagu tajribada hore haya waxay ilaahay rabow waa mid dhulka fasahaadiya oo macaasi sidii jinka kala sameeya oo dhigiisa daadiya ayaa ilaahay oo abuureysa way aadam wuxuu yeeli doona may garanaynin laakiin tusaalaha hore haysteen ee jinka ka dhacay rabbi subhanahu wa ta'ala waxa wari waxay leeyahay anaga ku tasbiixsanayna oo ku xamdi naqayna oo xumaanuna ka dhahireyna makhluuq caasi iyo ilaah maxaad u abuureysa xikmadda ku jirta waa maxay ilaahu subhanahu wa ta'ala xikmad aydan ogeyn ba jirta inni aalama ma la ta'lamu xaqiiqda min ku ogaan doona waxa ilaahay og yahay ee malaa'igtu aanay markaa ogeyn qaal allah tabaaraka wa ta'ala wa 'allama aadama al asmaa'a kullaha ilaahu wa abuura nabi aadam alayhi salaam sallallahu abuuri quraanka ugu tagi doonaayo عيد بالله أبوري هذا دوبا لقدر دقي دوبا قيم بالله دقي دوبا إنجيل بالله دقي مكاسي إلهي بشكل سبحانه وتعالى صور كقرب صيف عن فاين دونا آدم والله أبوري ما كيل أبوري يوم دم يستر مي الروح ذي الوقف وفي يا رب سبحانه وتعالى وحو بري وإلهي كو إلهامي شيء ولو أركبه إنه مقعيسة قرته وعلم بي إلهي سبحانه وتعالى مرأيكتو آني إلهي علم آدم الأسماء إلى النبي آدم وحى أوبري أسماء دمانتين يعني كل الأشياء شيء كسوه كسوه هربها إنه مقعي سكرت أو مقعو بحيه وحاو مات مقعو ليه وعلم إلهي خاص وسيوي وأنا علم قف كسوه بن آدم كدوجن المهاير هدي عاد ما تصوصها طول حتصطه وأنا مق مقعو كعجب لابي مقعي بكعجب لابي وحى هذا دو الشيء ودي سكر مقعو بحنيه وحي إلهي كو أبوري من آدك سبحانه وتعالى وعلمك أساسك علمك وي إلهي وحي سبحانه وتعالى وحي باري مقعيدة ودن ثم عرضهم لأن مقعيدة با إلهي أصاب بندقى أشياء دي با إلهي أصاب بندقى على الملائكة ملائكتي فقال رب وحي لي أنبئوني أخبروني ملائكة يكوى الرمى أو يكوى الرمى بأسماء هؤلاء أشياء دا سيء على أبوري مقعيده وذكر الشيخ شيخ بإلهي الله سبحانه امتحان بإلهي الله قاضي إن كنتم صادقين هذا هو الشيخ يسانو الذين يعني ما تعيدنا علم بدني ما شرته وأنا قال ما تكو علم بدنا هذا الذين كدوا ديسان بل كون مقعيده وذكر الشيخ بإلهي الله سبحانه وتعالى قالوا وحي الهدين سبحانك إله هذا حمانك النسهن تنزيها لك عن الاعتراض عليك إلا الوحكو يدينه وصوت ضوء أبو رسم مخلوقات كأن وحكاوي دينه إله وانو قلدني سبحانك هذا حمانك النسهن لا علم لنا أنه علم أنه لين هين مجره إلا ما علمتنا أدو وحد نبرتم وياني وحكرون علم شيئا كرنا إله يوم مجرته إنك أدو أنت أدقى العليم الحكيم أدقى كعلمك بضنة علمك له الحكيم كحكمة بضنة وأدقى إله وضعنا علم لما خلوقات حكمة الضوء أبو رسان أدقى يقام بيلها أنه شقدها سكمة جنيه إله هو أن يكون نزهينا حمام بأنه كان نزهينا وكو تصبح سنينا ويسدي بالبكاء أيه ويوحان إيجا إلى هاي برين الله أبورين أي نبي هذا الله أبورين الله حرد يقول لك ورما وملائك وحوية ومخلوقاتك أي معنه ده أي مقعه ده ومامر كآدم الله إيمان دونه أرلضا أو كو كلا مامر دونه
بني آدم مانتا تيبي كده حلاه روح اللي يروح ينده هذا كوار كام قاعد لي بني آدم مانتا تكنولوجيا بيعدي كسدان مركب اللاب كله قليه وحنا صوص عربي وحيرة صوب حيبة ما قاعد مركب الله صمية وما قاعد هي عبرين نبي الله آدم عليه السلام شيء عبد لا ما قاعد يدويه ما تشوي كرو عند الإنسان بني آدم كأكتي سواح ما قاعد عليه ما تشوي كرو ما كان يتاي لهذين قال إلهي تبارك وتعالى يا آدم آدم أنبئهم وقورا ملائكته بأسمائهم بأسماء هذه المسميات هي لها مقعيدة له أما أشياء لها مخلوقات كأه مقعيدة ده عن كبري وقورا بي إلهي الله سبحانه وتعالى فلما وقتي أنبأهم وقورا بي نبي آدم ملائكته بأسمائهم بأسماء المخلوقات مخلوقات كلها هر لقي مقعيدة ده وقورا بي كان وحصل إلى هذا كان كاصل إلى هذا كان كاصل إلى هذا علم قاسي ومات يعني وش يا نبي آدم عليه السلام قال رب وحي تبارك وتعالى ألم أقول لكم أيها الملائكة ملائكة من هذا رأيذين أرانين إني أعلم غيب السماوات والأرض وحن أقهي وحيدين كم بقن السماوات كيرلك وكم بقن أيدينك علم قينا يا قال كينا كم بقن بان أقهي من هذا رأيذين كوران وأعلم وحن أقهي ما تبدون وحن موجسان إسان كروت الأحضار وما تكتمون أيها وحلابه أنك قرصان إسان انتبع وأن أقيم يعني هرائدين كل شيء بإلهي الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى النبي آدم بوباتي يعني أمري إنه كورمه وحي إلهي بري وصوبنه وملائكته وصوبنه علمي خاص كهي إلهي بري سبحانه وتعالى يسقو تصي إلهي تبارك وتعالى ملائكته فضلك النبي الله آدم وليه هي حكمة الجار كأهل الله أبو ري ركي إنه ما مبرك النقضه مركن النبي آدم عليه السلام أو شاقي مكاوحي لهي ويدي أسمادي وكوضة ورمي ملائكتي لهي سؤال بدي بويدي تبارك وتعالى ولي ملائكي ميانا دي كورنين هدان الله هي تبارك وتعالى وحن أكسونا هي وحيدين هرتشوغا يا وحيدين كمقن عريض الموحي كمقن إذا كقرصونا أقوانتين كمقن أيان أغا هي ميانا هرأي دي كورن بي لهي سبحانه وتعالى والتأكيد إلهي وادكيني هرأي سودي بريقو وكو هرأو ما توعد وردارتي لكن تنوى تأكيد عدين إلهي سبحانه وتعالى سو صوت دورين وياله وحصوص عدان عدل لؤقين وحأبور دوران عدل شقة كل حين حكمة دي سوء قارتهاي أي إلهي السيعة كيني سبحانه وتعالى وحكروا إلهي لهو عالم ما تبدون وما تكتمون وحن أكسونها وحا موجسان يوحا قرسان لبضبع فصليت وحي الليهم على الوجه ذا وحبين موجيان وحضر بين موجيان واتي أي عدين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وإلهه سبحانه وتعالى بواحد أبو ريس وواحد باكو خرابية وفسهادية وديك دادية تاكر بأيو إلهدي وحكا ليه هوسو إلهدي بيلا المصريتو وإلهي معيد النقاء علم بضن بأبو ريا معيد النقاء بعد كرامة بضن وإنقاء عبادة بضن بإلهي أبو ريا تانا هوس بيسو إلهي بالي لمرأيكتو مكا إلهي سبحانه وحو تلمامي إنو اللي بدأ بإلهي أقي تبارك وتعالى على ما تبدون وما تكتمون ساسو إلهدين وما كنتم تكتمون أي واحد هيدين كوا مكاسب قرصدة أو أهينا إلهي أبورين مخلوق ديك إذا كرم بدن أم بيد كعلم بدن مركي إلهي سبحانه وتعالى تاك ورمي النبي آدم نرسو صاري مكاسي كرامة ديسي علم جيسي إلهي تسمى ملائكته رب سبحانه وتعالى وهو أمر يا ملائكته إني أسجد النبي آدم سجود تكريم وتحية وسودوين iy makasi yani sharfid iy maamus way ama sujuud cibaadada ah ilaahi baa iska subhana wa taala idka loo sujuud kala ma jirto qala taala wa id qulna lil malaa'ikati usjudu li aadama waxaad xustaa nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam xilligi aan malaa'ikta ku niri usjudu li aadama nabi aadan usjuuda yani u foorrasada oo soo dhaweeyo wa salaan تحية أي لسيني فسجدوا ويسجود الملائكة إلا إبليس لكن إبليس ما سجد إبليس سجود وهذا إلا ذا لقد نقول إثناء منقدع ومعنى لكن وحكروا لكم فصري كرا إلا إبليس إبليس مويان ومعنى صف كان هوري أمرك لسيب وكم دها أمرك لبنى السلم مات يعني إثناء منقبحية
إلا إبليس إبليس مو يعني ملائكة ويسجودين مكا إبليس ما دام يعني ملائكة أمرك لسيي من ضمن الملائكة أي كتشري سوى مقعي سوطة لكن أثر كيستير هاي الشيء كان من الجن بيرهي يعني سوى ملك ما هين ملائكة كمدة يوحو كمدها جنكو كمدها كان من الجن ففسق عن أمر ربه لمن أمرك إلهي بفاسق يديد أبا وديدي إن سجوده وآدم أسجوده واستكبر أي وتكبر عند الله تبارك وتعالى تكبر عن هذا السجود سجود داسوس كلوين هذا إله تكبر بموجي وكان ده بنو حكاها أصل بحكم ده هانشري من الكافرين في علم الله تبارك وتعالى علم إله أزلق أنا وحاو كقرنا إنه كفر إبليس وكفر وكذا ما يندون سيدي بانا ما تحقيق ودي وكو ما تكون حقيقة نقطة وكل عظيم نبي الله آدم والله سجودي سجودا ما تكرم هذا يسوع لوين تاه يعني عبادة الله بالله سجودي إبليس ودي ده يسوع مكان سجوده كبر بانا ودي ده بإله ليش حني أبا واستكبر كبر كيس وعده يسوع مرك لا يحب كير دونايو ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال استكبرت أم كنت من 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 الكافرين آيات القرآن كأنها وحكمه سبحانه وتعالى إنه لي خلقتني من نار وخلقته من طين أنا كان ضباط كابورت سير ضباط كابورت أنا كون أحسن وككرامة بضم سير جوس شودة كبر كقام كأنانية داسية كبر كاسي أي إبليس كل تي وإلهي حريص سلك غديري وعذابه كم تيست وقل الله وحنا كل لي يا آدم آدم أسكن أنت وزوجك الجنة دق بالقول أدق يا حوين إذا هذا حواه جنة الدق وكل منها أي من ثمارها مرهدة عنا رغدا أي أكلا واسعا عنتان بلارا ومكا أي حرمات أن حكمين لهين أي ميلو البا أمري كرتان حيث شئتما ميل على ماشي عضون طاب وحكسرنا ولا تقربها ودواننا هذه الشجرة جدا له سودواننا وفتكون فتصير دبنا على هاتان داود واتان من الظالمين كوا الظلم قليمي إله عاسي نفتو ذن الظلمي إن كم من قطان بكيني سهضاعتان نبي الله آدم تندي بإله يدشي سبحانه وتعالى isaga yahaawo jannada degaba lagu yiri jannadaasna waa idin fasax meesha doontaan ba wax ka soo cunaa sa doontaan ba wax cunaa raqadku wax weey macnaha waa mid waasi ah oo la idin ka soo xakameeyay haysu shiitumaan wax weey meel meesha doontaan ayaa mar ka tan jannada kamidka ilaahay jannadii buu dejiyay tabaaraka wa taala hoggi jannada ilaahay waa hooyay arsaaq jannada ilaahay waa si halkaas hooy waa hayd ilaahay subhanahu wa taala geedka ay isugu dhawaanina وجد جارة أو لوت المامي أو جرنية جد كيبوها الله أعلم علم الله حبيت فازيت كل شيء شجان لكن حكمتك ما جرتوا وهي مقصودك وجد كلفتي سبعة مقصودك وحوي وأمر كلاسي يوحى أكية لين هدي أي حكمتك كل شيء طوال نوع دين لها جلال بوها كانوها جبوها يا لولا الله صما تحكمتك ما جرت ما كاسكو دارني جد كها عملنا بالقولي هو امتحان إلى هاي سبحانه امتحان بهاي هذا عمتان ظالمين بان نقون إيسان يعني كون نفتو الظلمي إلهينا سبحانه وتعالى عاسي بان نقون دونتان قال تعالى فأزل لهما الشيطان فأزل لهما أي أذهبهما الشيطان عنها عن الجنة شيطان با كالليحيي وككحيي جندي إلهي سي سبحانه وتعالى والصبابي إني كبحان فأخرجهما وحكسار مما كان فيه من النعيم يعني وحي أي نعمة كتيرين يوحي برواقة كتيرين وكسر نحصار عوادك سدي عوادك سدي قرآنك إلهي كل شيء سبحانه وتعالى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ما كنت صار نبي آدم وجدك هذا عنتو أتكو وارس يقول قاعد يبدوني ملك تام حوجنا أتكو يا رنيسه والله بضع من رادي بنادك وضعيف كويه والله بضع باهي رادي بنادك ولقي برهادين يوم وحدوش قيسان ساور سيد ولقى نولات واتشعش
inaad wax hesho oo mulki noqoto maalik noqoto wax haysatan waa tiicasho labadiiba geedkan ay kaaga xidhintay buuri nabi aadan alayhi salaam marumaysa wali dibada dhaar baabu u maray hadara wa qasamahuma inni lakuma lamina nasihin ilaahi buu ugu dhaartay inuu nasteexaynayo oo dantiisa u wado nabi aadan dhaarta saadigtay baa la yidhi makhluuqan ilaahi ku dhaaranaya mara ilaahi been noguma dhaartee mara dantaadu wada iska yeel buuri markaasu dhaqaaqa uu geedkii taabta marka ilaahi subxaana taala wuxuu yidhi fa akhrajahuma mima kaana fiihi waxay ku jireen nicmaha ilaahi shaydaanka ka saaray wa qulnaa dabeedna waxaanu nidhi ihbidu daadaga aadam iyo xaawa iyo ubadkoodii amba aadam iyo xaawa iyo ibliis jamacaasi labada waa lagu sheegay haddii bani aadanka lagu sheego wuxuu ihbidu ka daadaga ka dhaadhaca jannada waa nebi aadan iyo xaawa iyo waxay dhali doonaan ubadkooda oo jamac ahaan maata loo amriyo bacdukum libacdin caduwun barkiinba bar buu cadow u noqon doonaa marka haddii duriyatu aadam loo jeedo yacni bani aadanku iyagaa dhulka isku dili doono wey cadaawad baa ka dhexayn doonta waana waxaa jiray maatay noloshooda ka midka haddii loo jeedo nebi aadam iyo xaawa iyo ibliisna waxa weeye ibliis wuxuu cadow u yahay bani aadan oo dhan ina shaydaana lakum caduwun fatakhiduhu caduwa mithaala noqonaysa marka labada tafsiirba waa la saaray walakum fi lardi dhulkii waxaa idinku sugnaadeen mustaqarun meel aa ku sugdeed meel aa degtaan deegaan baa ku leedan dhulkii mustaqar al makaan qaraar wey meel aa ku nasataan amba ku nagaataan ayaa ilaahay idinku diyaariyay ku noolaan kartaan wa mataacun iyo meel aad markaa ku intifaacdaan mataac waxay waa adeegsiga waxaynu cabbayna waxaynu cunayna waxaynu dhisanayna waa mataac waxaana waxaa soo dhabay waa adeegsi weeye meel adeeggiina yaalo ilaa xiinin ilaa waqti ajaalikum min qadaayi ajaalikum ilaa inta ka dhimanaysaa marka dhulka ilaahay wuxuu u diyaariyay subxaana taala in lagula noolaado waxna laga dheefo ayaa ilaahay u diyaariyay subxaana wa tacaala bini aadanku intuu muxuu ahaa dhulkii deeqi waayey buu maanta leeyahay bal xidigaha ina biyayi yaallaano lagu noolaan karay inu baarbaarayna bay leeyay bini aadanka maata laakiin halkana ilaahay wuxuu yidhi mustaqarun wa mataac halka lagu nagaanaya waa halkan halka lagu raaxaysanaya ee noloshii laga helayana waa halkan bay ilahay subxana wa tacala halkaa ku noolaada qaala tacaala fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fatalaqaa wuu kala kulmay aadamu nebi aadam min rabbihi xagga rabbigii buu kala kulmay kalimaatin kelmado ilaahay ku ilhaamiyey kelmado ducaa amba istikfaarah ayaa ilaahay ku ilhaamiyey subxaana wa tacaala rabbanaa dalamnaa anfusanaa wa in lam taqfir lanaa wa tarxamnaa lanakuuna min alkhaasiriin xagga ilaahay baa subxana wa tacaala lagaga ilhaamiyey inuu ilaahay saa u baryo oo markaas yacni rabbi u dhowaado fatalaqaa aadama min rabbihi kalimaatun waa qiro kale oo aadama halka imika aadamu ay tahay ee damuhu saaran yahay fatxayn la saaro ama nasba wa macnuhu isbedelaya markaa fatalaqaa aadama aadam waxaa la kulmay min rabbihi xagga rabbigii waxaa uga yimi kelimaatun kelimaad baa uga yimi fatalaqaa aadamu aadam wuxuu kula kulmay min rabbihi xagga rabbigii kelimaatin kelimadu uu qanaqay marka kelimaadkaasi ilaahay baa marka hore ku ilhaamiyey oo qirada hore ee kelimaad yacni aadama ah rabbi baa ku ilhaamiyey xagga ilaahay buu kala kulmay subxaana wa tacaala isagii markuu yidhina ee uu ku dhawaaqina rabbigii buu subxaana wa tacaala u gudbiyey cabasho iyo markaa istikfaar iyo dalab oo xagga ilaahay buu gudbiyey subxaana wa tacaala fataaba calayhi rabbi waa ka toobad aqbalay oo toobadii uu toobadkee nebi aadan waa laga aqbalay innahu rabbi tabaaraka wa tacaala huwa tawaabu raxiim ilaaha toobada aqbala weeye addoomihiisa ka toobad aqbalka badan ee raxiimka ah ee u naxariista badan markaa nebi aadan macaasidii uu sameeyey laguma daynin ciqaabka ee ilaahay subxaana wa tacaala waa ka aqbalay toobadiisi ciqaab waa la mariyey oo jannadii uu ku noolaa isaga iyo xawe waa laga soo saaray oo taas waxay u ahayd maatay ciqaab bay u ahayd laakiin ilaahay subxaana wa tacaala toobadii uu toobadkeena wuu ka aqbalay qulnaa dabeedna waxaan ku nidhi ihbiduu minhaa min aljanna jannada ka daadega ba ilaahay subxana wa tacaala dhulkii taga marka celcelinta la soo celiyay waxa weye waa litaakiid yacni iyo in lagu cadfo wixii ka dambeeya ayaa loo soo celiyay qulnaa ihbiduu minhaa jannada ka daadega ba ilaahay jamiican saa u dhan tihiin
فإما هدي يأتينكم وإذي ما دو مني حقيقة هدى هنون هدو إذي ما دو كتابا صادره أما الرسول عليه صادره فمن روحي تبع الرعاة هدايا هنون كيغا سرعا كتاب كاية رسول كارمية فلا خوف عليهم عبسي كركو ذا ما هانيسو وماتي عبسي لايمن مايان مكا آخرسو إبادان ولا هم منا هاي يحزنون كو أمرقون يؤدون كي وحكي ما دين كم برقون ينا من نقض دونا بإله الله سبحانه وتعالى تردار بإله السينية وهي لهي لكي أدى دقاء وشان هذا كبحا هدي أن صادر بإله سبحانه وتعالى الرسول إيا كتب عن ذي صادره وانا إيا وعد حقي قيدين كي ما دو هنون ذي ما دو روحي هنون كي قرر عائر رمائيا عمل كو عمل فلطا عضيدا روحاسي عبسينا أرك مايا مرغانا أرك مايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون خوف يا عماتي على مكا قيامه الله بقنا يو بقي ما يسو كرسوني بقبا مرغانا مرغون ما يو أدونك يعني وحوك قي منه وقم مرغون ما يو إلهي ساسو كوره تبارك وتعالى قصة ما كان نبي آدم عليه السلام دروس بضمير وكا قادنينا وعنو كا قادنينا آدمها غور ما لعبوري أدون كانوا ديسان ووحان ماانتي جرابا اي جران عركو جران ودولكو جران وحدقوه جران ومخلوقاتو كندوري هاي وبدوه جران ايو بني آدم كدح مقنا بركوا دوان سودك سمها بني آدم هدانا إلهي بكو كوهيستا أدون كانوا سكع مربا أدون كدح مقنا إلهي بلي تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بني آدم كم يعني صامري ويصامرته وقتي وقتي هذا كم يدوح للشيء الشيء قبع عنه هين حيث أهلك الله وحيزة سبحانه وتعالى كما كوسك أبورنا وارغاسه الرئيبي أدو سيدو واسوك الباباته آدم كورد معي كاس تاوينو كقادنا إنا ومرايك باكو الرئيسي وجنكا كو الرئي مخلوقات كاسا كو الرئي وحقرانو كقادنا إنا نبي الله آدم عليه السلام أمر بالسي أمر كالسي وامتحان وانا أمر إلهي مر بعض ضميس وصينا يوم ولقو إيجي أمر كي وصي الشيطان بإلهي إلهي سبحانه وتعالى كو امتحانه الشيطان بأمر كي إلهي بحيي تبيي وآدم ما تقدر قيء أبا كو وسواسي إنه تبيه والدرس أنه كقاضي إنه قصة النبي الله آدم إلهي بقرآن كحكولي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وحيلها عاد كيف تقول سبحانه وتعالى يا رب إذا كسر إن شنده كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما شنده أقل الدون تان يو إذا كهر شوك سن سدو أبيهن يهو يدين حاوي آدم وقصه صار شنده أيو إذا كان يدل الدونية دركه وقصيبه إذا كان ركيد وقصيبه تحسن هو الدرس هكي قادر إنه عدو جن الدبت هاجي هاي أو تكتيك يا خيامة وكوس ما ينبي آدم إنك إن الدبت شوكه أيه ربك قادر إنه وحنا كقادرنا كرامة النبي الله آدم إلى هاي سي سبحانه وتعالى علم جاي لهاي براي وآدمه ابن آدم كنا وخلنا حلي وأنت إلى هاي النبي آدم سي بعيدا كنا إلى هاي نسي قف كستو قارو إلى هاي سكار كيس وسي إنه مقع إذا قرتو إنه وح مقع بحيو إنه وح رياديو إنه كف فكره إنه وح صوب مندقو هي إنه الله عبره وحي ما كانوا دونيه مركا كرامة سي النبي آدم إلى هاي سي ابن آدم كي يهوسي ولقد كرمنا بني آدم بين هاي سبحانه وتعالى ما آدم كليه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا كرامة نصين بني آدم كليه لي سبحانه وتعالى كرامة إن لا يلاشظه أيام كاسواتي ولقو يلاشظه إن الله كليه لعابد سبحانه وتعالى ديك لك كرامة واتسيقسة وحيوان بضغوني سمك الضبع وإلهي تبارك وتعالى كلو يلي قال الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا كوا كفري آيات كإلهي حنون كان صادري ككفري وكذبوا بآياتنا آيات كإلهي بينية أولئك كوا صدى أصحاب النار نار تأهل كيدوي هم يجون فيها دحيح خالدون كواريا آيات واحد كوش كوعد فانتاي أو يلصق عطا آيات هوري
إلهي سبحانه وتعالى وحي حنون بان صادريا رسول بان صادريا كتب بان صادريا روحي حنون كاسي راعة إيقاطة عبسينا كركي سماها مروغانا يسارك مايا كيكا كفريا إي آيات كا إلهي قرآن كاس إي وحي غا يرتوشا زديدنا إي آيات كا يقبينينا نار بانو هيا بين إلهي سبحانه وتعالى لبدا طريق باشرة بلا آدنو فريق في الجنة وفريق في السعير لبدا طريق باشرة طريق إلى مجره دردارك النبي آدم الله صوفر عليه السلام نبي محمد ورغوص وختم عليه الصلاة والسلام إنه نسو قارسيو وأن إنه هريا لا إله وحي الكبر إلى إياه إنه وفاتيو وكوه هنون كالراعي إلهي نقدقو والله صلى الله وسلم على نبينا محمد وبالله توفيق.